الحقيقه اجتماعات مستمره من النادي الاهلي او من الكابتن خطيب مع مستر كولر امبارح ومع النهارده كابتن سيد عبد الحفيظ لمناقشه العديد من الملفات، وطبعا ده نزل على الموقع الرسمي للنادي الاهلي. كابتن سيد النهارده كابتن خطيب قعد مع كابتن سيد حوالي اكتر من 3 ساعات لمناقشه العديد من الجوانب الخاصه بالفريق الاول خلال الفتره الماضيه وما شهدته من منافسات على الصعيدين المحلي والافريقي. وجاء اللقاء في حضور كابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره، والكابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط، والكابتن زكريا ناصف عضو اللجنه. أيضا تطرق كابتن محمود إلى تقييم العديد من الملفات بهدف مساعدة الفريق وجهازه الفني والإداري والطبي على تقديم الأفضل والعمل على تحقيق أحسن النتائج لإسعاد جماهير النادي الأهلي سواء في البطولات المحلية أو الإفريقية. تضمن الاجتماع الذي استمر لما يزيد عن 3 ساعات الحديث عن المرحلة المقبلة ورؤية مدير الكرة في ضوء ما تتضمنه من تحديات تنتظر الفريق وكيفية توفير الأجواء المناسبة لكل منظومة العمل بما يضمن الوصول لكل الأهداف المنشودة. طيب كابتن محمود امبارح قعد مع مستر كولر، وقلنا لحضراتكم من خلال كل برامج قناة النادي الأهلي اتكلمنا عن هذا الأمر، والنهارده كابتن محمود قعد مع كابتن سيد عبد الحفيظ. خلي بال حضراتكم في إطار الفترة القادمة لا توجد مباريات محلية مع النادي الأهلي، لن يلعب مباريات محلية باستثناء لو ما نشوف موضوع كأس الرابطة هيحصل فيه إيه. طيب إشاعات على رأي ستنا سهير البابلي الله يرحمها، قالت لك إشاعات، ناس عمالة بتقول إشاعات يا راجل. وصلت إنه مارسيل كولر هيمشوه من النادي الأهلي، اتقال كده والله العظيم ثلاثة اتقال كده بقالي يومين، في بعض أصدقائنا يكلموني يقولوا لي نفس الكلام، يا كابتن هو صحيح هيحصل كذا 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 كذا. أنا الحقيقة بتعجب من مثل هذه الأمور. بتعجب، هي السنة خلصت هو إيه اللي حصل؟ عندنا مباراة ليها تقييم معين وشكل معين، وأنا قلت لحضراتكم محدش هينسى اللي حصل. محدش هينسى اللي حصل، ولكن خلاص ربنا رجع لك الفرصة في إيدك تاني. لماذا كمية هذه الإشاعات من امبارح للنهاردة؟ أنا مش فاهم. فيما يخص مارسيل كولر، راجل شايف شغله، راجل ما خدش أجازات بقاله قد إيه؟ بقاله فترة طويلة جدا من ساعة ما رجع. فالحقيقة كلام غريب جدا وإشاعات كثيرة جدا في هذا الأمر. يا جماعة من فضل حضراتكم لا تلتفتوا لمثل هذه الأمور، لا تلتفتوا لمثل هذه الأمور ومثل هذه الإشاعات، كلها إشاعات الغرض منها شيء واحد فقط، هو هدم النادي الأهلي. معرفش ليه الحقيقة. من ضمن الأقاويل اللي بتقال هذه الأيام، أنا بكرة هشتغل على الملف ده وحوريه لحضراتكم، زي ما قالك إيه، قالك سان داونز أعظم فريق، عندهم سكاوتنج مش عارف فين وفين وفين، عندهم كل حاجة، ولكن عملوا إيه في آخر 10 سنين؟ بطولة أفريقية واحدة. النادي الأهلي في آخر 10 سنين 6 تقريبا، 6 بطولات ولا 5 بطولات. فالفرق واضح، نفس الكلام، يقول لك أصل إحنا الكرة المصرية عندنا فيها مشكلة كبيرة، لا يا فندم إحنا ما عندناش مشكلة، قد تكون عندنا مشاكل أخرى في بعض الأمور الأخرى فيما يخص كرة القدم، ولكن قد تكون نتكلم في مشاكل إدارية في اتحاد كرة القدم زي ما أنتم شايفين اللي بيحصل والكلام كله أمام الجميع. لكن عندنا مشاكل في انديه اخرى ماليش علاقه بيها، ما اقدرش اتكلم فيها، ولكن انا هو مين اللي لعب في كاس العالم؟ مين؟ النادي الاهلي اللي لعب في كاس العالم. فين المشاكل؟ هو مين اللي عمل المباراه اللي عملها النادي؟ اتغلبنا 4-2 ولا 4-2 في مباراه الاهلي وريال مدريد. هو مين اللي الصحف كتبت عنه ان هو الناس مش مصدقه المستوى اللي ظهر بيه النادي الاهلي؟ على الرغم من الهزيمه اللي حصلت في اخر 5 دقائق. عندنا مشكله عشان ضغط المباريات اللي كل يومين ولا كل 3 ايام بتلعب مباراه. فمليون ما هو في حد يلعب يوم الثلاث ويسافر جنوب افريقيا يوم الاربع، يوصل الاربع بالليل 8 ساعات سفر، ومطلوب مني ان انا العب ماتش زي ده يوم السبت امام سان داونز؟ لولا التفكير اللي حصل فيما يخص إدارة النادي الأهلي وإدارة الكرة في النادي الأهلي، إن تيجي معاك طيارة
توصلك، واول لما تقعد يومين ثلاثه في مباراه في جنوب افريقيا، وبعدين تروح من جنوب افريقيا للكاميرون. تفكير، ناس عايزه تعمل افضل حاجه لفرقتها. فالحقيقه خلي بال حضراتكم من الاشاعات اللي عماله تضرب اليومين دول في كل مكان، مش عارف غريبه في كل مكان لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، خلي بالكم معروفين. طيب خلينا نروح لبقيه الاخبار اللي عندنا النهارده، تفاصيل زياره ملك قادش الاسباني للنادي الاهلي النهارده. النادي الاهلي استقبل الامريكي بن هاربرج احد ابرز ملاك نادي قادش الاسباني، والذي حرص على زياره النادي الاهلي برفقه عائلته. وكان في استقباله المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الاداره والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي. المهندس محمد سراج قام باستحاب الضيف واسرته في جوله داخل مقر النادي بالجزيره، تفقد خلالها المنشات حيث ابدى اعجابه بالتطور الكبير للبنيه التحتيه وما يملكه النادي الاهلي من ملاعب وتجهيزات تضاهي الانديه العالميه، وتحدث عن تطلعه لتعزيز مجالات التعاون ما بين النادي الاهلي ونادي قادش الاسباني خلال الفتره القادمه وتبادل الخبرات والزيارات خاصه على صعيد فرق الناشئين وإتاحة الفرص للاعبين مصريين الاحتراف بالأندية الأسبانية، وكذلك التعاون فيما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي ما بين الناديين. وعرض صاحب الحصة الأكبر من نادي قادش عدد الأسهم بالنسبة لنادي قادش، طبعا بالنسبة للنادي الأسباني، إمكانية تنظيم مباراة ودية بين النادي الأهلي وقادش في إسبانيا خلال الفترة المقبلة على أن يتم الترتيب لها وفقا لارتباطات الجانبين.